أخطر وأكتر كائن مرعب في مصر، ممكن يخليك ماشي في منطقة ضلمة ويخطفك ويبدأ يلتهمك من غير ما حد يحس بيه. اكسبلور ويلا نبدأ. صاحب القصة بيقول: في ليلة خرجت أنا وأخويا نتمشى بالليل، والمنطقة اللي حوالينا كلها زرع، بحكم يعني إننا في منطقة ريفية وكده. وإحنا ماشيين إحنا الاتنين بجانب الأرض، بدأنا نحس بحركة غريبة في الزرع، كان عمال يتحرك شمال ويمين بشكل مش طبيعي، والحركة دي كانت مستمرة طول ما إحنا ماشيين، وكأن في حاجة ماشية جنبنا في الزرع. بيقول: فضلنا نقرأ قرآن وإحنا ماشيين، وكان كل اللي في دماغنا ساعتها إن ده شيطان، ولكن لما بدأنا نسمع صوت زمجرة مخيفة، اتأكدنا بعدها إنه حيوان ما شفناهوش قبل كده. بيقول: اخويا كان قلبه جامد شويه، فحاول يقرب بالراحه من مكان الحركه دي، واول ما وصل عنده كانت الصدمه المرعبه. طلع عليه مره واحده من جوه الزرع كائن غريب جدا وبدا يهاجمه. الكائن ده مش باين هو كلب ولا ديب ولا حتى ثعلب، كان كائن ودانه طويله جدا، ورجلين اللي قدام قصيره واللي ورا طويله، وبوزه طويل ومليان اسنان مدببه. اخويا فضل يصرخ بصوت عالي وانا في صدمه، وبدا الحيوان ده يسحبه ويدخل بيه جوه الزرع، وكان خلاص انا متاكد بنسبه 1000000% انه هيموت، ولكن برضه انا مش عارف فيا ايه، لا انا عارف اساعده ولا عارف اصرخ حتى واطلب المساعده، واقف مكاني بس مصدوم. ولكن لحسن حظه ان كان في ناس غفره قريبين مننا، اول ما سمعوا صراخ اخويا جم جري بالبنادق والشوم ودخلوا على السلعوه وقتلوها، وعرفنا وقتها ان الكائن ده كان خاطف 5 أطفال ووكلهم في نفس المكان، وكان اخويا هيكون السادس بس ربنا ستر. وبس كده.